الثورة الرقمية جعلت أشياء كثيرة لم نكن نتصور حدوثها قبل عدة سنوات أمراً ضرورياً. لا يمكن أن نتخيل حياتنا بدونها اليوم. باختصار يمكن القول إن الإنسان أصبح عبداً للتكنولوجيا بكل ما تعنيه كلمة عبد من معنى. وكما هي العادة في كل المجازر التي تحدث، هناك ناج وحيد. أم التنافس الفوق. الناجي الوحيد لم يعد كذلك.